أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 14,000 حالة وفاة، إلى جانب ما يقارب 68,000 مصاب. أردوغان قال في تصريح صحفي إن المساعدات الإنسانية ما زالت تصل من الدول المجاورة والصديقة وسيتم توزيعها على الولايات المتضررة، مشيرا إلى قدرة حكومته على تعويض جميع المتضررين من الزلزال. قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن طائرتين محملتين بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ستنطلق اليوم إلى تركيا لإغاثة المنكوبين من الزلزال. متحدث باسم الأمانة حيدر مجيد أشار في تصريح صحفي إلى استمرار نقل المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطارئة وفرق الدفاع المدني من العراق إلى المناطق المتضررة من الزلزال عبر جسر جوي وآخر بري نحو كل من سوريا وتركيا، تأكيدا لتضامن حكومة العراق وشعبه مع الشعبين السوري والتركي وإسهاما في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية. يجري رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات في إطار زيارته الرسمية لأبوظبي. بيان حكومي ذكر أن السوداني وصل اليوم إلى الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وكان في استقباله رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا ومن المنتظر أن يجري خلال الزيارة بحث توطيد العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين على مختلف الصعد، فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية. يبحث وزير الخارجية فؤاد حسين في العاصمة الأمريكية واشنطن دعم السياسة النقدية للعراق إثر الأزمة التي تشهدها البلاد. ذكر بيان للخارجية أن حسين وصل على رأس وفد حكومي رفيع وسيلتقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وأنه سيعقد مباحثات مع الجانب الأمريكي تركز على تبادل الدعم المالي والمصرفي لتعزيز رؤية الحكومة العراقية من إجراءاتها بشأن سعر صرف الدولار. كما سيناقش الوفد مع كبار المسؤولين في واشنطن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في القطاعات المختلفة بالاستناد لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الجانبين. بأمان الله.